يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هذا الحكم صحيح وهو أن الإشارة بالسبابة في التشهد يكون بغير تحريك لأن لفظة التحريك شاذة، وجزاكم الله خير؟ الأمر واسع ولله الحمد، لو ما حرك السبابة أصلا لا حرج عليه، صلاة تامة. لو رفع السبابة بدون تحريك لا بأس، لو رفعها وحركها لا بأس، الأمر واسع في هذا، ولا حاجة إلى كثرة الجدال في هذه الأمور.